اختياراتي مدمره حياتي هي اغنيه اه بس حقيقي لو احنا بقى بصينا من وراء الكواليس هلاني الاغنيه دي اثرت فينا جدا اثرت فينا بشكل غريب ومخيف ما فيش عربيه ماشيه في الساحل في اسكندريه في اي مكان غيرهم شغالة الاغنيه ستات بتغنيها والافيه بقى ان الرجاله كمان بتغنيها طب الستات قلنا اختارت غلط طب والرجاله برضو بيختاروا غلط نقول اه لان الاختيار الغلط ده يعني ست وراجل الراجل يختار ممكن ست غلط ممكن الراجل يختار زوجه غلط وتبقى ام غلط لام عياله ونفس الحكايه الست لازم تعرف تختار صح كل مشاكلنا بتروح في الاخر نلف 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 في, في دايره العذاب والمعاناه وفي الاخر يطلع حد يقول لك ايه انت اخترتي غلط فتلاقي فجاه بعد كل الطوفان والعياط ده عمل وعمل وعمل يصدموك بكلمه واحده بس ما انت اخترتي غلط ما كانش شبهك على فكره ولا كان ينفعلك طب انا اعرف ازاي اذا هو لا شبهي ولا ينفعني وهتعذب بعد الجوازه دي او اختياري ده هيجيب لي مشاكل كتير في حياتي طب انا انا بعرف اختار هل انا سالت نفسي في المرايه قبل كده انت كبنت كست بتعرفي تختاري طب بتختاري بناء على ايه احنا النهارده هنقول لك ازاي تعرفي تختاري لان الاختيار يخلي حياتك حلوه يخلي حياتك جحيم تفضل تغني الاغنيه 24 ساعه اختياراتي مدمره حياتي. كريمان ماهر اللايف كوتش ازيك يا كريمان؟ الحمد لله ايه المقدمه الجميله دي؟ حبيبه قلبي من العمق ايوه يعني بتكلم الكلام من العمق طبعا اختياراتي مدمره حياتي وحتى الاغنيه فيها كلام جميل اللي يقول لك مغناطيس لناس عجيبه ليه؟ حقيقي قوي يعني هل احنا فعلا بنبقى يعني اتراكت او بنجذب الكائنات الغريبه العجيبه وليه برضه؟ حقيقي جدا من من ثينك الحاجات اللي احنا فاهمينها غلط في الدنيا ان احنا حياتنا معتمده على السيتويشنز اللي احنا بنعيشها او على ظروفنا مم. بس الحقيقه انه حياتنا معتمده على قراراتنا قراراتنا <applause> أنا عايشة حياة، أنا عايشة حياة مبسوطة فيها وسعيدة ولا عايشة حياة مش طايقاها ده آه. اتبنى على قرار آه. يعني افتكري كده معايا خمس من خمس أو من عشر سنين لو كنت خدتي قرار مختلف كان زمانك دلوقتي عايشة حياة مختلفة تماما ايوه بس كت... الدكتور النفسي يقول التنهيده دي <applause> اه بس شفتي التنهيده دي لان انا حياتي كلها في حلقات اجتماعيه ونفسيه الدكتور النفسي بيقول ايه حضرتك لايف كوتش ودايما انتوا لايف كوتش ودكتور نفسي احنا ما عندنا بصي رواندا تشيك رواندا... يا ده ده يقول لك عشان تخرج من الاوفر سينكينج في حياتك لازم تخرج من حته الندم فانا اخترت غلط اه اخترت غلط بس انا هفضل اندم طول عمري ان انا اخترت غلط ما لا انا طب. مش هعيش حياتي تحفه اللي انت قلتيه ده هايل في نظريه بتقول ان لو رجع بيا الزمن في نفس الوقت بنفس وعي كنت هعمل نفس وكنت هاخد نفس القرار هختار نفس الاختيار شكرا ايوه فالندم مالوش لازمه هنا هو طب. اللي ليه لازمه اني اتعلم بقى من اللي حصل